جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مبارك محمد بعث يسأل ويقول: يوجد إمام مسجد يصلي التراويح، وفي دعاء الوتر يأتي بأسماء الله 99، ثم يقول: أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ثم يأتي بالدعاء الماثور الذي يتكرر من كثير من الأئمة، وقد أنكر عليه بعض المصلين معللين بأنها بدعة، هل ما قالوه صحيح أم أن الإمام على حق؟ جزاكم الله خيرا. الدعاء في القنوت مشروع، الدعاء في قنوت الوتر مشروع في التراويح وفي غيرها، وليس له حد معين، ولكن إذا دعا بالدعاء الوارد في حديث الحسن: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، وإذا كان إماما يأتي بضمير الجمع فيقول: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره، والمأمومون يؤمنون، ودعا معه بما تيسر من أنواع الأدعية الجامعة، فهذا شيء حسن ومشروع. أما التزام دعاء معين غير ما ورد والمداومة عليه، أو أن يأتي بالأسماء 99 كما ذكر السائل، هذا تكلف غير مشروع، وأيضا فيه إطالة على المأمومين، وإذا داوم عليه فإنه يكون بدعة لأنه التزم شيئا غير لازم. ثم إن الأسماء 99 غير معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يعينها. وأسماء الله كثيرة في الكتاب والسنة، أسماء كثيرة غير معينة هذه 99، ليكون المجال واسعا أمام المسلم، يعني يدعو الله بأي اسم من أسمائه تيسر له. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا دعا المسلم توسل إلى الله بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فهذا أمر مشروع، لكن من غير التزام، غير التزام لأسماء معينة يكررها ويظن أنها هي المقصودة في الحديث دون غيرها، أو يكرر ذلك ويطيل على المأمومين مما يسبب المشقة عليهم، وكل هذا تكلف غير مشروع، وقد يكون ابتداعا. نعم.